صباح الخير سابشاش تلو بعمل كل انتروداكشن انا بقول ناسي شيء تليفوني مختفيين صرنا يومين بسبب الاحداث اللي كانت عم بتصير يعني بصراحه احداث كثير بتزعل فاحتراما لهذا الشيء قلنا ما رح نصور شيء ما رح نعمل شيء بس هلا رجعنا هلا رايحين على كايت بيتش على تصوير واللوك اليوم غير شوفوا شعري هذا الموديل عملته 2019 وقت سافرت على تركيا كنت عامله موديلات تركيه فرجعت عملته بما انه شعري شوي طويل هلا وبس والله دايم بس فهميني شو هالنظارات ستايل بيبي بدون ستايل بيبي شو البراند تبعهم غادة هون في أرادة هون أرادة ولي ستايل الحلو اليوم شوفوا الحلو اليوم تصوري حالك لا عم صورك فرجيهم نعمل لهم هيك فاشن شو سريعة سريعة الله فكرتك خلصت لا ما شو هاد اللي أنا هلأ شفته كيف طالع مع السيارة؟ بتجنن بيبي والله كتير حلو الماكو اليابسة كتر حقوقع والله كتر حقوقع هون رايحة آدا صارت أقسم بالله آدا هون الله جبناها من المطار والله العظيم يومين ونمحت خجلانين نطلع من خجلانين بالله ما تلبسيها عشان ما تفضحينا ليش قدي أفضحك؟ بيبي دسس بخادة هاي غادة هاي غادة فرع آدا والله صار من أول ما جبناها هاي من أمتى؟ من سفرة من أول سفرة سافرتها مع سارة قلت لها شو؟ قلت لها هاي عمر بيجي مع السيارة قلت لها اسمعي بعد ما شريناها تاني يوم والله لاحظنا الموضوع إنه في بي وار طايرين في بي ار قلت لها لازم نروح نبدلهم صرنا خمس شهور خلص الضمان لا ما أظن بس هاي عمر موجود عمر خليه يذكرنا عمر تيك عمر ذكرنا شو ناخذ النظارات ناخذ نظاره لانه البرادا شو هاد رايحه بي ايه نذكر عمر هلا صار اسمه ادم مو برادا هذا والله عم رايحين كايت بيتش عندنا كم شغله بدنا نعملها هوب بعد زمان والله مش يا جايز غلط كملي ها والله كملي والله بالغلط ها انا ردي خبرته انه رايحين على كايت بيتش عندنا تصوير كفو سبقتك بالموضوع نعم يا جماعة I miss you والله يومين مختفين نفسي لكم شو عم نعمل بهاليومين أو حقلكم أول ما رجع ما تقلينا هلأ والله بس حقلكم أول ما يرجع ومدين أغلبية الناس هلأ بتكون عرفت إنه وين كنا مختفين وين كنا مختفين بس يا جماعة مش عم ننام مش طبيعي لما أرجع حورجيكم شو عم بصير ماشي كله منك انا توقعت انه كله مني كله منك توقعت انه كله مني لا طلع كله مني لا كله منك والله كله مني لا والله كله منك والله كله منك ايه والله كله منك انت اللي اصريت خلص اوكي خلص كله مني